الرئيس السيسي يوجه بالدراسة المدققة لأي تحديات قد تواجه مشروع الريف المصري. ارتفاع حصيلة عملية إطلاق النار بتكساس إلى 21 قتيلا بينهم 18 طفلا، وبايدن يأمر بتنكيس الأعلام 3 أيام حدادا على ضحايا الحادث. القوات الروسية تكثف من عملياتها العسكرية قرب دونباس بعد السيطرة على ماريوبول. السابعة صباحا في القاهرة، نشرة أخبار جديدة من النيل، مرحبا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدراسة المدققة لأي تحديات راهنة قد تكون استجدت وتواجه مشروع الريف المصري، خاصة إمدادات مياه الري وجودتها. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات شركة تنمية الريف المصري الخاصة باستصلاح الأراضي، وقد تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروع زراعة 1.5 مليون فدان على مستوى الجمهورية في نطاق شركة تنمية الريف المصري، بما في ذلك مكونة البنية التحتية من شبكات الطرق والكهرباء والاتصالات ومقننات مياه الري، وذلك بالمواقع الجغرافية المختلفة للمشروع على مستوى الجمهورية، خاصة مناطق المنيا ومنفلوط وتشكى والمغرة وسيوة والفرفرة والطور. كما تم عرض الجهود المبذولة على مدار الفترة السابقة لتطوير شركة تنمية الريف المصري وتعظيم الاستفادة منها، خاصة تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لمتابعة ورصد موقف الأراضي ووضع نظام أساسي لتكويد الأراضي التابعة للشركة، وكذا إعداد الخطة التسويقية الشاملة لأراضي الشركة. وقد وجه السيد الرئيس بقيام جميع جهات الاختصاص بالدراسة المدققة لأي تحديات راهنة قد تكون استجدت وتواجه المشروع، خاصة ما يتعلق بإمدادات مياه الري وجودتها ومكونات البنية التحتية، لا سيما تلك المتعلقة بتمهيد الطرق وأعمال التغذية الكهربائية وتطوير الآبار، فضلا عن النظر في توطين بعض الأنشطة الأخرى الإضافية بالأراضي التابعة للشركة، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة القصوى من إنتاجية المشروع. كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال لقائه رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب بموافاته بمحضر الاجتماع الدوري لكل محافظ مع أعضاء مجلس النواب. وخلال الاجتماع أشاد رؤساء اللجان النوعية بما بذلته الحكومة من جهد كبير لاحتواء أكبر قدر ممكن من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. كما أكد مدبولي أن هذا اللقاء يعد فرصة جيدة لمناقشة تداعيات وأبعاد الأزمة العالمية الراهنة وأثرها على الاقتصاد. وأشار مدبولي إلى حرص الحكومة على مواصلة التنسيق الفعال والمستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن هناك متابعة دورية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لجهود الجهات المعنية بالدولة في التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء في ظل ما تم إقراره من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين في إتمام التصالح لغلق هذا الملف تماما. كما شدد على تعامل كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وقوات إنفاذ القانون بحزم وحسم مع أي حالة
مع أي حالة تعد جديدة على الأراضي. تطوير وإنارة عدد من الطرق الداخلية بعدد من المحافظات، استيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة النظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث، تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، أهداف سعى إليها مجلس النواب في جلسته العامة من خلال تقديم عدد من طلبات الإحاطة للحكومة. الطفرة اللي احنا بنشهدها حاليا في الطرق وفي الإنارة وفي الشغل اللي معمول، طبعا الفضل أو الخير لله أولا والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه دايما بيبادر بكل ما هو من مصلحة المواطن. ولكن احنا عندنا بعض القرى وبعض المراكز إلى الآن لم يتم فيها التطوير، والبنية الأساسية تعبانة جدا، طرق تعبانة. على سبيل المثال انا عندي طرق في محافظه بني سويف، يعني عايزه احلال وتجديد، عايزه رصف، عايزه اناره، ما زالت المطبات الطوليه والعرضيه موجوده فيها لحد الان. فطبعا ده كله عايزين نتمنى يعني ان شاء الله ان في المرحله الجايه وحياه كريمه تغطي كل الحالات النواقص دي. كل محافظه بتبقى عايزه التنميه تبقى اكتر، عايزه ان هي تبقى فيها خدمات احسن، عايزه فيها الطرق اكتر، عايزه كباري اكتر. اكيد طبعا احنا مش هننكر دور الدوله، لكن اكيد كل محافظه بتطمح للاكثر. وعندنا في اسكندريه محتاجين إنارة، محتاجين حاجات كتير جدا. الجلسة شهدت حضور السيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية للرد على طلبات الإحاطة وتساؤلات النواب. تم تشكيل لجنة من الجامعة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة التنمية المحلية ومديريات الطرق لاستلام الأعمال التي تمت، ودي ما زالت بتتم حتى الآن، واللجنة دي مشكلة منذ عامين. احنا عندنا في بيان كامل لكل محافظه تم فيها المشروعات اللي فيها ايه والاجراءات اللي تمت فيها، وبالتالي فهو موجود هنا وهسيبه هنا في المجلس للاطلاع عليه كلهم فيما يخص بالنسبه للمحافظات ال 27 على حده في المشروعات بتاعتها. تم توريد 3.1 مليون كشاف موفر للطاقه بتكلفه 2.6، تم تركيبها في جميع الطرق المحليه ومداخل العزب والكفور والنبوع بتكلفة 9 مليار جنيه حتى تاريخه. خلال حياة كريمة يجري حاليا استكمال إنارة مداخل القرى المدرجة بالحياة في 1500 قرية. هذا وقد أشاد نواب البرلمان بما تشهده الدولة من تطور ملحوظ وملموس في كافة القطاعات، إلا أنهم يطمحون في تحقيق المزيد من التنمية لصالح المواطن المصري. عدد من طلبات الإحاطة مقدم من بعض نواب البرلمان للحكومة لاستضاح سياساتها في عدة مجالات بهدف تحقيق مزيد من التطوير على كافة المناحي، علها تسهم في توفير غد أفضل للمواطن المصري. من مقر مجلس النواب، عمرو عبد العزيز، النيل. في الولايات المتحدة لقي 18 طفلا وثلاثة شبان مصرعهم في إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية بولاية تكساس. من جانبه دعا الرئيس جو بايدن إلى التحرك العاجل لإصدار قوانين تحد من حيازة الأسلحة النارية. مأساة جديدة تعيد إغراق الولايات المتحدة في كابوس لا يكاد يتوقف وتتوالى فصوله داخل الأوساط التعليمية. نحو 20 طفلا دفعوا حياتهم ثمنا لمراهق يحمل السلاح. شاب يبلغ من العمر 18 عاما وفي وضح النهار اقتحم بسلاحه مدرسة ابتدائية جنوب ولاية تكساس ليقتل عددا من التلاميذ والمدرسين قبل أن يلقى حتفه برصاص الشرطة التي أصيب منها اثنان في الحادث. التحقيقات الأولية تشير إلى أن مرتكب الهجوم نفذه بشكل فردي دون أن تتضح بعد دوافعه، ويعد واحدا من أكثر حوادث إطلاق النار الجماعية دموية منذ سنوات. الرئيس جو بايدن العائد لتوه من رحلة أسيوية بدت عليه علامات التأثر والحزن لدى عودته إلى واشنطن، حيث تلقى نبأ الحادث وأمر على الفور بتنكيس الأعلام 3 أيام حدادا على أرواح الضحايا. وكرر بايدن في خطابه إلى الأمة دعوته بالإسراع في تنظيم القوانين الخاصة بحمل السلاح. حبا بالله، متى سنقف في وجه لوذي الأسلحة؟ حان الوقت لتحويل هذا الألم إلى عمل من أجل كل والد، من أجل كل مواطن في هذا البلد. ينبغي علينا أن نوضح لكل مسؤول منتخب في هذا البلد أن الوقت قد حان للتحرك.
كما نددت نائبة الرئيس كامالا هاريس بالحدث وناشدت الكونغرس بسرعة التحرك لتقييد حيازة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة. ويغرق هذا الهجوم الولايات المتحدة مرة أخرى في مآسي حوادث إطلاق النار التي تقع بشكل شبه يومي في الأماكن العامة، خاصة بالمدن الكبرى على غرار نيويورك وشيكاغو وميامي وسان فرانسيسكو. قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية قتلت 14 مدنيا على الأقل وأصابت 15 آخرين خلال هجمات واسعة في منطقتي لوغانسك ودونتسك بشرق البلاد. وأضاف الجيش الأوكراني أن القوات الروسية استخدمت طائرات وراجمات صواريخ ومدفعية ودبابات وقذائف مورتر وصواريخ في هجومها على المنطقتين اللتين يسيطر على أجزاء كبيرة منهما انفصاليون موالون لروسيا. في مستهل الشهر الرابع من الحرب الروسية على أوكرانيا، أعادت السلطات في مدينة خاركييف ثاني أكبر المدن الأوكرانية فتح مترو الأنفاق في خطوة اعتبرها الأوكرانيون دليلا على صمودهم بل وانتصارهم في الحرب. فتلك المحطة ظلت طيلة الشهور الثلاثة الماضية ملجأ لآلاف المدنيين الفارين من القصف الروسي المكثف للمدينة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها فيها يشير إلى نجاح القوات الأوكرانية في دفع القوات الروسية للتقهقر بعيدا مثل ما حدث بشأن العاصمة كييف. وفي محطة جديدة قد تحدد نجاح أو فشل حملة موسكو الرئيسية في الشرق، شنت القوات الروسية هجوما شاملا لتطويق القوات الأوكرانية في مدينتين في جنوب إقليم دونباس حيث تحاول القوات الروسية السيطرة عليها. يأتي القتال في دونباس في أعقاب أكبر انتصار لروسيا منذ شهور، وهو استسلام المقاتلين الأوكرانيين في مدينة ماريوبول الساحلية. وزارة الدفاع الأوكرانية قالت إن هذه المرحلة الأنشط في الحرب الروسية، وإن الوضع على الجبهة الشرقية صعب للغاية وقد يحدد مصير البلد كله، فيما تشير تعليقات كبار المسؤولين الروس إلى خطط لصراع طويل الأمد. قواتنا تتقدم ببطء عمدا لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين، لكننا سنواصل العمليات العسكرية الخاصة حتى تتحقق جميع الأهداف بغض النظر عن المساعدات الغربية الضخمة لنظام كييف وضغط العقوبات غير المسبوق. كذلك أكد رئيس مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي بتروشيف أن الأهداف التي حددها الرئيس بوتين ستحقق دون تحديد موعد زمني. أعلنت روسيا أنها ستمنع 154 عضوا في مجلس اللوردات البريطاني من دخول أراضيها ردا على العقوبات التي تستهدف جميع أعضاء مجلس اتحاد روسيا تقريبا. وأوضحت الخارجية الروسية أن الأشخاص الذين منعوا الآن من دخول روسيا ساهموا في صياغة عقوبات لندن المناهضة لروسيا الرامية لعزل روسيا سياسيا وتدمير اقتصادها، واستخدموا سلطتهم لإثارة الشعور المعادي لروسيا في بريطانيا، وشجعوا النزعة السياسية المعادية للروس لدى المحافظين البريطانيين. توافق ممثلو دول الاتحاد الأوروبي على تعليق العمل بالرسوم المفروضة على المنتجات التي يتم استيرادها من أوكرانيا في مسعى لدعم اقتصاد كييف المتضرر بشدة جراء العملية العسكرية الروسية. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديز دومبروف سكيس إن تعليق الرسوم إجراء مؤقت سيسهل على أوكرانيا مواصلة الأعمال التجارية وسيدعم عموما الاقتصاد الأوكراني. وبلغت قيمة التعاملات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا التي تعد من أبرز البلدان المصدرة للمنتجات الزراعية 52 مليار يورو العام الماضي بحسب المفوضية الأوروبية. حذر قادة دول اليابان والولايات المتحدة والهند وأستراليا من محاولات الصين تغيير الوضع القائم بالقوة في منطقة المحيط الهادئ، ويتزايد القلق وسط دول المجموعة إزاء احتمال أن تسعى الصين لغزو تايوان ومخاوف اليابان جراء تنفيذ الصين مناورات في المجال الجوي فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي.
لا تغيير للوضع القائم بالقوة ولا مساس بتايوان. هذا هو فحوى الرسالة غير المباشرة التي أراد التحالف الأمني الرباعي الذي ضم الولايات المتحدة، اليابان، الهند وأستراليا إرسالها للصين خلال اجتماع قادة المجموعة في بكين. بيان قمة التحالف الرباعي للحوار الأمني كواد، وإن تجنب الإشارة بشكل مباشر لتصاعد النفوذ العسكري للصين في المنطقة، لكنه عبر عن مكامن قلق الدول الأربع من التحركات الصينية التي تهدد أمن المنطقة، خاصة تايوان واليابان. بيان المجموعة الذي تم انتقاء عباراته أشار إلى النزاع في أوكرانيا، لكن دون التعبير عن موقف مشترك إزاء الغزو الروسي الذي امتنعت الهند عن إدانته بشكل واضح. لكن الأعضاء الآخرين في كواد لم يخفوا موقفهم إزاء الحاجة لرد قوي على الحرب الروسية، من شأنه أن يوجه رسالة تردع دولا أخرى ومنها الصين. فيما يهز الغزو الروسي لأوكرانيا المبادئ الأساسية للنظام العالمي، أكدنا أن أي محاولات أحادية لتغيير الوضع القائم بالقوة لن يتم التهاون معها في أي مكان، وخصوصا في منطقة المحيط الهندي الهادئ. في المقابل يبدو أن الصين لم تنتظر كثيرا للرد على قادة كواد، حيث أعلنت اليابان أن طائرات عسكرية صينية وروسية قامت بطلعات مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي تزامنا مع اجتماع القادة، في خطوة اعتبرها وزير الدفاع الياباني استفزازية. ويتصاعد القلق الإقليمي في منطقة المحيط الهندي إزاء الأنشطة العسكرية الصينية، ومنها طلعات طائرات ومناورات بحرية وتعديات سفن صيد، بينما تحذر واشنطن من أنها على استعداد لرد عسكري في حال تنفيذ الصين تهديدها باجتياح فعلي لتايوان. أعلنت كل من كوريا الجنوبية واليابان أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا سقط قبالة سواحلها البحرية. وقالت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي إن الصاروخ الباليستي عابر للقارات بلغ مداه حوالي 360 كيلومتر ووصل إلى ارتفاع حوالي 540 كيلومتر. وأجرت بيونغ يانغ هذا العام سلسلة اختبارات صاروخية في تحد للعقوبات الدولية المفروضة عليها. وجاءت التجربة الصاروخية الجديدة بعد اتفاق كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تكثيف التدريبات العسكرية المشتركة ونشر أسلحة أمريكية. أعيد انتخاب تيدروس أدهانوم، وهو أول إفريقي يقود منظمة الصحة العالمية لولاية ثانية مدتها 5 سنوات كمدير عام لمنظمة الصحة العالمية. ولاية ثانية مدتها 5 سنوات تم تجديدها لتيدروس أدهانوم، أول إفريقي على رأس منظمة الصحة العالمية، حيث صوتت الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 194 دولة لصالح بقاء تيدروس في منصب المدير العام للوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة. بعد انتخابه قال تيدروس إن جائحة كورونا لم يسبق لها مثيل، معربا عن أمله في منع انتشار الجائحة التالية أو إدارتها بأكبر قدر ممكن من الفعالية. من جانبها علقت ممثلة الإدارة الأمريكية لويس بايس على إعادة انتخاب أدهانوم، وقالت إنه ما زال هناك الكثير الذي يجب القيام به لتحديث منظمة الصحة العالمية بهدف أن تكون أكثر كفاءة واستجابة. وسبق أن تولى تيدروس الحاصل على شهادة الماجستير في علوم المناعة من الأمراض المعدية وشهادة الدكتوراه في مجال صحة المجتمع، منصبي وزير الصحة ووزير الخارجية في بلاده. كما سيستمر تيدروس البالغ 57 عاما والذي برز دوره في مكافحة وباء كورونا في شغل هذا المنصب كونه المرشح الوحيد. وبعد ولاية أولى شهدت ظهور وباء كوفيد وكشفت عن مواطن القصور في عمل منظمة الصحة العالمية، يواجه تيدروس تحديا يقضي بتعزيز هذه الوكالة لتحسين تنسيق الاستجابة لأزمات الصحة العالمية ومنع أوبئة في المستقبل.
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن مرض جدري القرود غير موجود في مصر حتى الآن. لحد دلوقتي لم ترصد أي حالة في مصر لحد هذه اللحظة، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن لا تحدث حالات في مصر، لكن هو بينتشر في عدد الحالات بتزيد زي ما أنت قلت 131 حالة وفي عدة دول، لكن نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه ما يكونش موجود، لكن لغاية هذه اللحظة لم تؤكد وجود أي حالة في جمهورية مصر العربية. الإجراءات الاحترازية هي نفسها اللي كنا عاملينها في طبعا جزئين، الاحتياطات عن طريق المواني والمطارات، الحجر الصحي بيقوم بها، والحجر البيطري أيضا بيقوم بهذا عشان أي حيوانات قادمة من الخارج أو مستوردة، وفي تجديد على هذا. وفي نفس الوقت أنا رأيي أن السادة المواطنين يستمروا في الإجراءات الاحترازية والوقائية هي نفسها اللي كانت متبعة في الكورونا. قالت السلطات الصحية في العاصمة الإسبانية مدريد إنها رصدت 11 حالة إصابة مؤكدة جديدة بجدر القرود، ليصل إجمالي الإصابات في إسبانيا إلى 48 كلها تقريبا في العاصمة. كما أعلنت الإمارات رصد أول حالة تسجل في منطقة الخليج لسيدة تبلغ من العمر 29 سنة زائرة من غرب إفريقيا. يبدو أن العالم بات على موعد مع تفشي جديد لمرض فيروس آخر بعد فيروس كورونا، بعد أن تم تأكيد عشرات الإصابات بجدري القردة في عدد من دول أوروبا وأمريكا الشمالية وغيرها. وتتركز حاليا الإصابات في 9 بلدان في الاتحاد الأوروبي، هي النمسا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا، إضافة إلى هولندا وإسبانيا والبرتغال والسويد. وخارج أوروبا تم تأكيد عدد من الإصابات في أستراليا وكندا والولايات المتحدة، كما أعلنت الإمارات رصد أول إصابة تسجل في منطقة الخليج. مسؤول الصحة الأوروبيون حذروا من أن فيروس جدري القردة قد يصبح مترسخا في أوروبا إلى الأبد إذا تفشى الفيروس الحالي في الحيوانات الأليفة، لكن الخبراء يعتقدون أن هناك حاجة ملحة لضمان عدم إصابة الحيوانات بالفيروس لأنها يمكن أن تكون ناقلا دائما للمرض. منظمة الصحة العالمية أكدت أنها تعمل حاليا على البحث في أسباب التفشي الحالي للمرض، مشيرة إلى أن انتقال العدوى قد يكون أكثر بين أعضاء العائلة الواحدة أو بين من لديهم احتكاك قريب للغاية من الشخص المصاب أو من خلال التلامس الجلدي. في غضون ذلك طلبت ألمانيا 40,000 جرعة من لقاح شركة بافاريا نورديك لتكون جاهزة لتطعيم المخالطين للمصابين، كما تجري شركة موديرنا اختبارا للقاح في مرحلة الاختبارات قبل السريرية. ويعد جدري القردة مرضا معديا يسببه فيروس ينتقل إلى الإنسان من حيوانات مصابة خصوصا القوارض، واكتشف الفيروس للمرة الأولى عام 1958 بين مجموعة من قردة المكاك التي كانت تجري عليها بحوث، ومن هنا سمي المرض جدري القردة. في أفغانستان تعهدت المذيعات في أبرز القنوات التلفزيونية الأفغانية بالدفاع عن حقوقهن بعد ظهورهن وهن يرتدين النقاب غداة قرار اتخذته طالبان بإلزامهن تغطية وجوههن خلال البث. بعد ظهورهن وهن يرتدين النقاب غداة قرار اتخذته طالبان بإلزامهن تغطية وجوههن خلال البث. تعهدت المذيعات في أبرز القنوات التلفزيونية الأفغانية بالدفاع عن حقوقهن، ومنذ وصولها إلى السلطة في أغسطس العام الماضي قلص طالبان تدريجيا من حرية المرأة وفرضت أشكالا من التمييز بين الجنسين وفق تفسيرها الصارم للشريعة. ومطلع الشهر الحالي أمرت الحركة النساء بتغطية وجوههن في الأماكن العامة والأفضل عبر ارتداء البرقع، وكانت الحركة قد فرضت على النساء حتى الآن وضع الحجاب فقط، ما يعني ترك الوجه ظاهرا. وطلبت الحركة من المذيعات الالتزام بقرارها الأخير، لكن وخلافا لذلك ظهرت المذيعات في قنوات تلفزيونية بوجوه مكشوفة خلال البث المباشر السبت الماضي، وبعدها بيوم فقط عدلنا عن موقفهن ووضعنا النقاب. ومنذ عودتها إلى السلطة تعهدت طالبان في البداية أن تكون أكثر مرونة من نظامها السابق
بين عامي 1996 و 2001 عندما حرمت النساء من كل الحقوق تقريبا، لكنها سرعان ما تراجعت عن التزاماتها واستبعدت النساء إلى حد كبير من الوظائف العامة وحرمت من الالتحاق بالمدارس الثانوية وقيدت حقهن في السفر. وعودة إلى الشأن المحلي، حيث عقد خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعا لمتابعة آخر مستجدات أعمال اللجنة العلمية المشكلة لدراسة المحتوى العلمي والأثري المتعلق بالوسائط المتعددة والجرافيك الخاصة بالمرحلة الثانية للعرض المتحفي، والمقرر عرضها بقاعات العرض الرئيسية بالمتحف المصري الكبير عند افتتاحه. وخلال الاجتماع وجه العناني بضرورة الالتزام بالانتهاء من جميع الأعمال وفقا للتوقيتات المحددة. دعما لأصحاب مرض الجلد الفقاعي في مصر، أقامت إحدى مؤسسات المجتمع المدني حفلا خيريا أحيته السوبرانو المصرية العالمية أميرة سليم، وحضره عدد كبير من الشخصيات العامة. مرض يصيب واحدا من بين 50,000 شخص حول العالم، وبمرور الوقت يعيق هذا المرض حركة المريض. ولخطورة هذا المرض ولأهمية دعم أصحابه، أقامت إحدى مؤسسات المجتمع المدني حفلا خيريا لدعم أصحاب مرض الجلد الفقاعي. ما احنا موجودين في كل مكان، احنا بنعمل خدمات محومية، بنعمل خدمات تدريب، بنعمل خدمات لتدريب الممرضات، بنعمل خدمات في المدارس، بنعمل خدمات توظيف، بنعمل خدمات عموما في المجتمع، فالوصول الينا سهل جدا وانا تحت امر كل المجتمع والله. الحفل ضم عددا كبيرا من الشخصيات العامة بالإضافة إلى السوبرانو أميرة سليم التي تبرعت بأجرها وأحيت هذا الحفل. بصراحة يعني كنت حابة أن أنا أبين لهم أن هم مش لوحدهم، كلنا الصراحة يعني أن هم يحتاجوا أي دعم أي كان، لأنه مرض صعب جدا ويوميا للأطفال وللأهالي، فبس رسالة نقول لهم أن أنتم مش لوحدكم، احنا معاكم. احتفالات كهذه تؤكد أهمية دور منظمات المجتمع المدني ووقوفها جنبا إلى جنب مع الدولة المصرية للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة. عمر حمزة، النيل. استقبل السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشينغ طلاب الجامعات المصرية الفائزين في مسابقة جسر اللغة الصينية في دورتها 21 بمشاركة 18 جامعة مصرية، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الصينية المصرية من خلال التعريف باللغة الصينية. بانتهاء فعاليات الدورة 21 من المسابقة الدولية جسر للغة الصينية التي نظمها معهد كونفوشيوس بالتعاون مع جامعة عين شمس والسفارة الصينية بالقاهرة تحت عنوان أسرة واحدة عالم واحد لتعريف الشباب المصري عن قرب بالثقافة الصينية الثرية، استقبل السفير الصيني لياو لي تشانغ الفائزين في المسابقة لتكريمهم. وجود حولي الشباب دور معزز العلاقات والتعاون بين الصين ومصر، تعرفون جيدا مدى عمق العلاقات بين الصين ومصر، وذلك بفضل القيادة والتخطيط الشخصيين لفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ وفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. جامعة عين الشمس هي أول جامعة على مستوى قارة إفريقيا تفتح قسم اللغة الصينية، إضافة إلى أن مصر هي أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد معاهد كونفوشيوس. المسابقة عززت من التعرف على الثقافة الصينية المتنوعة من خلال الطلاب المصريين الذين تمكنوا من كسر حاجز صعوبة اللغة الصينية واستطاعوا التحدث بها مثل أهلها. التجربة كانت حلوة وممتعة لأن كان فيها مجهود كبير برضو إن احنا التحضير، وإزاي إن احنا نعرض فكرة التواصل، الصين إزاي بتقدر تعمل تحقق الشعار بتاع المسابقة اللي هو تيان سي عي تيا، عالم واحد وعيلة واحدة. بنتعلم الأغاني الصينية وبنتعلم الشعر الصيني وبنتعلم حاجات كتيرة لها علاقة بالاستعراض الصيني، وفي نفس الوقت كمان بنتكلم لغة بنتكلم صيني، فده بيرفع مستوى اللغة عندنا. المسابقة دي كانت حلمي من أول يوم،
ومبسوطة ان انا عرفت اوصل لها، لانها فعلا ساعدتني مش بس مجرد كمحصولة لغوية جديدة، لا كمان كمعارف، اتعرفت على ناس جديدة. هذا وتعد مسابقة جسر اللغة الصينية لطلاب الجامعات المصرية المسابقة الاهم التي تنظمها الحكومة الصينية، ويشارك بها دارس اللغة الصينية المتميزون من كل بلدان العالم. إذا كانت اللغة هي الجزء الأصيل من الثقافة، فالثقافة هي التي تحدد هوية الشعوب. لذا تنفتح الحضارة الصينية على مختلف الدروب الحضارية، خاصة الحضارة المصرية، للتعريف عن قرب عن ثقافتها المتنوعة وحضارتها الممتدة على مر العصور. ويكون هؤلاء الشباب هم أوجه التعاون والتقارب المصري الصيني الجديد. من السفارة الصينية بالقاهرة، أحمد سعد الدين النيل. وختام النشرة دائما تذكرة بعناوين أهم الأخبار. الرئيس السيسي يوجه بالدراسة المدققة لأي تحديات قد تواجه مشروع الريف المصري. ارتفاع حصيلة عملية إطلاق النار بتكساس إلى 21 قتيلا بينهم 18 طفلا، والرئيس بايدن يأمر بتنكيس الأعلام 3 أيام حدادا على ضحايا الحادث. القوات الروسية تكثف من عملياتها العسكرية قرب دونباس بعد السيطرة على ماريوبول. نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.